السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول. نتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الاكل السريع، على البرجر فاست فود، ولكن في اماكن اللي هي زوينه بزاف. غادي نوريكم حتى واحد الحاله وواحد العصير حتى هو زوين، يكون واحد الفيديو رائع. كنعرف كيعجبكم بزاف الفيديوهات ديال الاكل، بحكم ان بزاف ديال الناس كيلقاو مشاكل في الاكل هنا في اسطنبول. شاركت معكم بزاف ديال المطاعم، الحمد لله لقات الاقبال بزاف. اليوم غادي ناخذكم على الاكل الخفيف اللي زوين ولذيذ وبالاسعار ديالو مناسبه. خليكم معايا في الفيديو على بركة الله. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم ما تنساوش اللايك، ما تنساوش الدعم ديالكم، التعاليق. هاد الايام ناقصين بزاف ديال الدعم والتشجيع، يعني ما كيحفزنيش نحط فيديوهات اكثر، ولكن عاد راكم عرفت العواشر هادي، كاين الوقت ديال التخمال، الوقت ديال التوجات ديال شهيوات رمضان. وبغيت نقول لكم الله يدخل عليكم ان شاء الله هذا الشهر بالصحه والسلامه والمغفره وكل ما كتمنوا يا ربي، يجعلوا خير علينا كاملين، على جميع الامه الاسلاميه يا ربي. هنا غنبداو باهم منطقه هنايا في اسطنبول اللي هي بيشيكتاش. انا صراحه هذه المنطقه كتعجبني بزاف بزاف، منطقه اللي هي جايه في قلب المدينه، فيها غتلقاو القصر ديال دولماباتشي، فيها غتلقاو بزاف ديال الكافيات وبزاف ديال المطاعم. عاتي كاين اختيار بزاف بزاف، سبق لي صورت لكم بزاف ديال المطاعم هنايا زوينه. اليوم ان شاء الله غنجربوا واحد المطعم اللي يلاه تفتتح، ماشي بزاف سمعت عليه بزاف وشفت عليه بزاف ديال الفيديوهات وقلت غادي نمشي نجرب، اللي هو هانغري بيرد، اللي ديرينو على لو تيم ديال دوك الفريخات هانغري بيرد. وهو راه ساهل الطريق ديالو، هنا في الشارع اللي كتمشيو نيشان فين كاينين العبارات، ملي غنخرجوا منه ان شاء الله غادي ناخذكم على رجلي باش تشوفوا. المطعم هو صغير ماشي كبير، يعني ما فيش بلايص بزاف فين تجلسوا، ولكن صراحه داكشي عندهم منظم، مقاد، الجليسه زوينه، الاكل عندهم من بعد غادي نقول لكم الراي ديالي فيه. هو هذا كما قلت لكم هذا المشروع يلا تحل العام اللي فات يعني 2022، وعرف اقبال كبير تبارك الله، خدامين عليه. يعني الماركتينغ كان فما كندور كنت كيبان لي الاشهار ديالو داكشي كيشهي، فقلت ضروري خاصني نمشي نجربو باش نقول لكم الراي ديالي باش نمشيو ليه ان شاء الله. الاصحاب ديالو كنظن انهم سوريين، ما متاكداش لانه في الاول هضروا معنا يعني بتركيا عادي، ومن بعد سمعناهم بيناتهم كيهضروا بسوريا. هو المنيو ديالها ولا لائحه الطعام عندهم غير هكا، يعني ما عندهمش بالورق. هي زوينه عمليه، يعني بالتليفون كتسكاني هذاك الكود ومن بعد كتشوف المنيو. حاجه واحده عجبتني بزاف اللي عندهم جوج ديال الاسعار، اي منيو عنده جوج ديال الاسعار، عنده سعر عادي وسعر ديال الطلبه. وهنا بزاف كيطرحوا عليا يعني السؤال واش كيقبلوا الطلبه اللي ما كيقراوش هنا في تركيا. هنا كل بلاصه يعني وداكشي ديالها ما نقدرش نحكم، ما نقدرش نقول لكم. المهم بعدا هنا الطلبه راه عندهم سعر ديالهم مخفض بزاف. المهم هادشي اللي طلبنا، انا كما كنقول لكم حاجه ملي كتكون جديده كنفضل انه صاحب المحل ولا هذاك اللي كيكون خدام كنطلبو كنقول ليه عافاك اعطيني زعما احسن حاجه عندكم، شنو تنصحني باش نصحني باش هذا. اول حاجه نصحني بها هو هاد البرجر. هما عندهم برجر كيتصاوب بواحد الطريقه زوينه، غنوريكم واحد الفيديو اللي هزيتو من عندهم من انستغرام. كيجي هما فحال كيديروا عجينه وكيعمروها من الداخل، كيديروا فيها الكفته وكيديروا فيها الصلصه والفرماج وكيدخلوها للفران، وعاد كتخرج. صراحه عجبني بزاف انا البرجر، صراحه المذاق ديالو ما عمرني ما ذقت فيه، يعني الشبيه ديالو. السعر ديالو ب 161 ليره العادي، والسعر ديال الطلبه 109، هي اللي لتحت. شوفوا شحال الفرق كاين، 161 ليره هي تقريبا نقولوا واحد 88 درهم مغربيه، 8 اورو ما كامله، 7 اورو و90، ولكن الطعم ديالو صراحه زوين كيستحق. وكيجي ايضا مع هذا البومب برجر كيجي معاه حتى الفريت من التحت. ودابا ندوزوا للطبق الثاني ديالنا، هما فحال الفخيضات، فخاض ديال الدجاج، ولكن هما ماشي فخاض ديال الدجاج، هما مخلطين بشي حاجات من الداخل وفيهم الجبن وكيتجبدوا. كيجي معاهم واحد الروز هنايا كتحسوا به الطعم ديالو عربي، يعني فيه البهارات كثيره. وكيجيو هكا جوج ديال الفخاض اللي هما من الفوق كريسبي ومن الداخل غادي نحلو معاكم. كيجي معاه جوج ديال لي صوص، لي صوص ديالهم واعرين، كاين واحد الصوص بيضه وواحد الصوص اخرى حمراء،
الجيده بزاف. هذا السعر ديالو 145 والطلبه 128. 145 ليره هي تقريبا 80 درهم مغربيه، واحد 7 اورو شي حاجه. كما كتشوفوا ملي كتحلوه كتلقاو فحال فيه واحد صلصه البيشاميل مع الجبن، مع يعني الدجاج مفرتت معاه الذره، واحد التخليطه. هو الطعم ديالو لا باس به ما نكذبش عليكم، ولكن ما عجبنيش بزاف. كنت كنتخيلو يعني من الشكل ديالو كنت كنتخيلو اشهى لداخل فحال ديك العجين ديالو جاريه بزاف. ما طرباتنيش، ما عجبتنيش، وقلتها ليه نيت حيت هو اللي بروبوزا علينا وقال لنا الاكثر مبيعا والناس كتعجبهم وداكشي، ولكن انا ما عجبنيش. البطاطس عندهم هكا فحال الشيبس، يعني ما عندهمش الفريتة عادية، كتجي مع هاد الصوصة ديال الحمراء اللي ديال تشيدار، وكاين واحد الصوص اخرى اللي كتكون حارة وحدة حلوة، وكاين هاد الساندويش. هاد الساندويش صراحة حتى هو واعر، هذا اتفق عجبني بزاف. هذا ساندويش ديال الدجاج المقلي، كاين بزاف ديال الانواع، ولكن هذا سميتو كرانشي، زوين بزاف. السعر ديالو 147 العادي و99 الطلبه. 147 ليره هي تقريبا 80 درهم، 7 اورو و20، يعني ما كيتفاوتش الاسعار ما بين هكا. كما كتشوفوا الكليسه صراحه زوينه، الاكل ماشي خايب، من غير هذوك الفخيضات ماشي مزوينينش، ولكن انا ما عجبونيش. هو قال لي كياخذوا من الناس، كما كنقول لكم الاذواق لا تناقش، لكن انا جاوني كون نقصت شويه داك الصوص بيشاميل وكانوا شادين عاقدين راسهم شويه، غادي تكون احسن. جاوني جارين شويه، وقولوا لي انتم الراي ديالكم الا مشيتوا جربتوهم، قولوا لي واش عجبوكم ولا ما عجبوكمش. فحالي المكان باقي جديد وفراسكم راه كيكون عليهم الصف، حنا مشينا لقينا الحمد لله الدنيا خاويه، وحنا خارجين باقيين كيديروا الماركتينغ. هذه راه فحال هذيك البرغر اللي خدينا، غير هو بالدجاج يعني كانوا كيصوروا فيه، وهادو شوف لقينا ساندويتش كيصوروا فيه مساكن على برا. باش المهم خدامين على راسهم واحد الشباب، عجبتني الفكره وعجبني كيفاش دايرين كما قلت لكم الاشهارات بزاف عليهم. راه هنا ملي كتبقاو هابطين حتى لتحت كتلقاو العبارات ديال بيشيكتاش نيشان مع البحر، كتخرجوا غدوروا على اليسار ديالكم وغنمشيو لواحد المحلبه. المهم محلبات هنا في تركيا سميتهم بوفي. هاد المحلبه كدير واحد العصير واعر، موز لوسوت. هاد موز لوسوت هو عصير ديال الحليب والبنان. غتقولوا لي وغير الحليب والبنان هند غادي تقولي لنا شي حاجه، راه اش فيه جديد؟ هاد كازيم بوفي ولا المحلبه ديال كازيم معروفه بزاف. ملي كنت عايشه في ادانا كنت كنمشيو ليها بزاف، معروفه وكتكون عنده الدنيا عامره، وكيكون معروف بهذا الموز لوسوت، بهذا العصير ديال الحليب بالبنان. هنايا الحاجه الزوينه اللي فيه انك كتاخذ عصير واحد وكيعطيك هو جوج فيهم، يعني باش كتشري واحد كيعطيوك واحد اخر، واحد ليك واحد اللي عزيز عليك. دائما كيدير داك الشياطه اللي كتشد ديال العصير ديالك كيديروا لك في الكاس. الثمن ديالو كيبدا من 75 ليره، ولكن الا بغيتي غير الحليب يعني والبنان، ولا بغيتيه بالعسل كيدير لك الحليب والبنان والعسل ب 80 ليره، اللي هي تقريبا واحد 44 درهم مغربيه، 4 اورو، ولكن جوج ديال الكيسان. هو سي فري غالي، ولكن شي حاجه اللي زوينه ما غتندموش عليها. جربوه زوين بزاف، وكيكون بارد حيت هو تيطحنوا بداك الحليب، كيكون متلج، كيكون الحليب متلج وكيطحنوا كيكون بارد بزاف. الا بغيتو تكملوا بنفس الطريقه تلقاو تماك احمد بن دياجي، الا بغيتو تاخذوا بوزروك عامر بالروز اللي كنت درت لكم المحار عامر بالروز. حنا ما غنكملوش على اليسار ديالنا تماك، الا بغيتو تزيدوا نيشان غتخرجوا في اورتاكوي، الا بغيتو تاكلوا البطاطس الكومبير مشويه. انا مشوايه اليمين ديالنا نقطعوا الشانطي غنلقاو واحد كيدير الحلوى هذيك بالسميد. هذا من اشهر اللي كيصاوبوا هاد الحلوى اللي بالسميد، ومع الكلاص او مع المثلجات غادي تعجبكم بزاف بزاف. جربوها عند هاد السيد علي، هي عباره عن حلوى ديال السميد ياك، وكتكون بالنكهات. كاينه هذا ديال الفستق، وفي اول قبل ما يدير راه كيدير لتحت المثلجات، راه هما هذيك الطبقه البيضاء اللي ما بانش. وهاد الحلوه ديال السميد راه كتكون دافيه، كتكون سخونه، ديك التخليطه ما بين البرد والسخون زوين. عادي الا بغيتو من الفوق يدير لكم شويه ديال الكاوكاو، ولا يدير لكم البسكويت ديال اللوتوس، لحقاش كاينه وحده عاديه بالسميد يعني ناتوريل. كاينه ديال الفستق، وكاينه ديال الشوكولا، وكاينه ديال اللوتوس. انا جربت خدينا واحد نصو عادي ونصو بالفستق ب 40 ليره الوحده، وعاد باش الاخرى
اللي درت فيها نص لوتوس راه لتحت كما كتشوفوا كاين فيها الكلاص نص لوتوس والنص عادي من الفوق كما كتشوفوا دار لي البسكويت ديال 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 اللوتوس. هذه السعر ديالها 35 ليره 35 ليره هي 20 درهم مغربيه تقريبا اورو و70 والاخرى ديال البيستاشي هي اللي كتكون غاليه ب 40 ليره ما كان ما فيهمش الفرق بزاف يعني واحد 22 درهم مغربيه جوج ديال الاورو ولكن عقلوا عليه حلوة تجي عالي لانه راه تقريبا راه من 1900 وهو يعني خدام راه كاين بزاف ديال الناس جداد ولكن هذا راه قديم ومعروف وكيصاوبها واعره بزاف وشوفوا لي من تحت الكلاص كيفاش داير وديك الدفه ديال السميد اللي كاين من الفوق عطي واحد الميكس ما نعاودش لكم زوين انا عجبوني بجوج صراحة. جربوها عنده ردوا عليا الخبر راه هو شوفوا راه الطريقه سهله غتقطعوا الشانطي راه حنايا اش نقول لكم راه حنا في نفس الدائره ديال مول البرجر هانغري بيرغ ومول كازين بوفي وهذا حلوه جي الي كاملين في نفس البلاصه راه ما كاملاش حتى 10 ديال الدقائق بين هذا وبين هذا كما كتشوفوا الا بغيتوا تاخذوا راه كاين عندهم الاحجام الصغير والكبير حنا خدينا الصغير كاين ديال الشوكولا كامل بغيتوه كامل بالبيستاش بغيتوه نص نص قدامه جاي واحد كي مشهور كيدير داك الروز بالدجاج صراحه ما عمرني ما جربته عنده ولكن بان ليا الزحام عنده قلت غادي يكون مزيان. مهم هنايا كملنا في نفس الاطار ديال بيشيكتاش كيف كنقول لكم بيشيكتاش فيها بزاف ديال البلايص اللي زوينه فيهم الاكل يعني صعيب قليل فاش كتلقاي شي حاجات اللي ماشي شي حاجه ولكن هنا معروف بالاماكن الزوينه وحتى الافكار اللي مبتكره ديال الكليسات زوينين كتلقاو مقاهي اللي زوينه. وهنا بغيت نوريكم غير هذا راه تا هو تيدير داك الحلوه اللي كلينا دابا ولكن راه ماشي نفس الطعم شوفوا راه ملي كتاكليها فشي بلاصه راه ماشي هي بلاصه اخرى نوريكم نيت بلاصه واحده اخرى خديتها منها وما عجبتني الصراحه في حاله دالي كما كتشوفوا هذا هو مول الحوت اللي كنقول لكم دائما كناخذو من عنده سبق لي صورت لكم هذه المره ما جلسناش عنده دست غير صورت لكم الاسعار الجديده راه كلشي تبارك الله تزاد سبق لي صورت لكم عنده سميتو باليكتشا هو راه جا حدا داك السوق ديال الحوت فين كيبيعوا الحواته عنده الساندويشات عنده لي زونشوا اون فاس معاه كاين هذاك مول اسلاك برجر اللي صورت لكم ايضا في الفيديو الاخير هو برجر اللي كيكون فازك بلاصوص وهنا راه حداه كاين هذا النسر العجيب غادي تفوتوا النسر وغتبقاو غادي نيشان غتلقاو اشهر واحد تما كيدير شاورما دابا راه الدنيا خاويه عنده حيت دزنا بكري راه كيكون واحد الصف طويل الناس واقفه كتسنى الشاورما وسولتو نيت على الاسعار دابا حاليا المهم ساندويش عنده دابا عنده كان بغيتو الطبق ولا بغيتو الساندويش المهم الساندويش عنده ب 84 ليره قال لي 45 درهم مغربيه 4 اورو وهنا منين غتخرجوا الشارع كاع في البلاصه ديال الطوبيسات غتلقاو هاد بومبا معروف هاد بومبا جي فاتح هاد بومبا هي واحد الحلوه اللي هي رقيقه وكيكون فيها لداخل غير الشوكولا وكيسخنوها لكم واحد شويه عاد ملي كتجبدوا كتذوب الشوكولاط عاد كتقهم بزاف السعر ديال الواحده هي 15 ليره تقريبا 8 درهم هكاك واحد 80 سنت باورو. غنمشيو من بيشيكتاش غننتقلوا لشارع استقلال تقسيم اشهر شارع باسطنبول صراحه كنت بغيت نمشي نصور لكم في ماكدو في يعني برجر كينغ بعدا كي دخلت لماكدو بديت كنصور ويجي لي السيكوريتي بدا كيخاسم واحد الريسبونسابل كتخاسم عليا قالت لي ممنوع تصوري الاثمنه فمشيت لهاد برجر ييليم دائما كندوز كنلقى الدنيا عامره عنده وكاتب اهم حاجه هو ان البرجر طازه يعني ماشي كونجلي الكفته دائما عنده الزحام راه كيكون مسرح هذوك لي برجر محطوطين كيقادهم كيدير فيهم الكيتشوب غير كيتهز الكفته وكيحطها المهم هادو هما الاسعار عنده يعني رخاص مقارنه مع برجر كينغ ومع حيت داكشي كلشي تزاد راه ماكدو كانت رخيصه ولات غاليه انا خديت هذا المهم كتخلصوا البرجر ديالكم وكتاخذوا واحد الرقم ديالكم وكتطلعوا تجلسوا تبارك الله راه فيه بزاف ديال الطبقات المهم كتطلعوا تجلسوا وكتسناو بالرقم ديالكم الحاجه اللي ما عجبتنيش هو تسنيت بزاف حيت تبارك الله كان عامر بقيت كنتسنى عاد باش جابوا لي البرجر وكما قلت لكم بالنسبه للبرجر كينغ وماكدو يا اما زادوا في الثمن شويه ونقصوا من الحجم ديال البرجر وليت كتلقى فيه جوج ديال العضيضات الا بغيتي تاخذ شي برجر رخيص يعني ما بقى كيشبع نهائيا وانا صراحه ما كنفضلش لي فاست فود بعدا لا برجر كينغ لا ماكدو خصوصا هنا ماكدو ديال تركيا ما زوينش بزاف ماشي بحالنا في المغرب بنين
هنا حالته. مهم بالنسبة لهذا البرجر أنا صراحة عجبني، لذيذ، كتحسوا بالطراوة ديال الكفتة. السعر ديالو مناسب 88 ليرة تقريبا، واحد 48 درهم مغربية، 4 أورو و30، وسيرفيس كما قلت لكم مزيان. ما تنساوش تشربوا المشروبات الساخنة في هذا الفصل قبل ما تمشي، اللي هو السحلب. السحلب رائع، واحد المشروب اللي هو زوين، وهذيك الحلوة راه غتلقاوها في ما مشيتو، ولكن ما تاخدوهاش من عند اي واحد، لانه قلت لكم الطعم تختلف من جهة لجهة، خصوصا هادو اللي كيكونوا غير واقفين على النصير، ما كتكونش عندهم الجيدة فحال اللي كيكونوا مكلفين بها. بالنسبة للمولات كتلقاو بزاف ديال الاكل، طوق دونياسي هو احسن يعني اوبشن يمكن لكم تاكلوا في المول. فيه يعني انا كما قلت لكم بزاف ديال الحاجات ما تتعجبنيش في المول، يعني الفاست فود داك الشيء اللي كيكون مجمد ومركن، وداك الشيء يعني ماشي زوين للصحه. ولكن اليوم بغيت نوريكم واحد الحاجه اللي زوينه اللي غتلقاوها في المولات. هذا واحد المطعم اللي ولا دابا مؤخرا، يعني ماشي قديم بزاف، ولا في لي مول بزاف، اللي سميتو دوروملي. دوروم المعني ديالو يعني تسمعوها بزاف في الشاورما، دوروم هو هاد اللفافه يعني ساندويشه، كتقول لي عطيني دوروم ديال الشاورما ولا هادي، كتعني ساندويشه. وما عندهم هاد الساندويشات بزاف ديال الاختيارات، بغيتو الدجاج، بغيتو الحيمات، بغيتو كفته. انا خديتها بادانا كباب، ادانا كباب هي كفته اللي كتجي هكا، وصراحه هذاك الخبز ديالهم من الفوق غادي ندير فحال شي مسمن، داك شي واعر صراحه، والسعر ديالهم زوين. انا اول مره غادي نجربهم، عجبوني، قلت والو غادي نشاركها معكم. الثمن ديال هاد الساندويشه ديالو، دايرين فيها بصيله ومطيشه من داخل وشويه ديال الربيع، الثمن ديالو 69 ليره اللي هي تقريبا 37 درهم ونص، 3 أورو و40. فجربوا، السيرفيس ديالهم زوين وداكشي سخون. ومن تماك غادي نمشيو البرج ديال هذا الجسر ديال غالاطا، عفوا الجسر ديال غالاطا اللي كيقطع ما بين كاراكوي وإيمينونو. حنا غادي في اتجاه ديال إيمينونو باش غادي نوريكم مكان ديال الحلويات اللي كلينا دابا ديال السميد، اللي غنوريكم بلاصه تماك في إيمينونو. كتعرفوا هذه البلاصه حيت سياحيه غتكون زيد على الثمن، ولو ان بشكطاش هي راه كتعتبر من المناطق الغاليه، ولكن تصدمت صراحه بفرق ديال السعر. بما ان كنت كليت هذيك السميده كليتها عند علي، قلت نجربها لكم في بلاصه اخرى باش نعرف. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، خديت عند علي فحال اليوم، والغد ليه مشيت خديت عند هاد حاجي شريف، يعني راه ما كاينش الفرق بزاف باش تقولوا زعما لا راه الاسمنه زاد، ترى نهار بيناتهم. فصدمني في السعر، انا بكل ثقه قلت ليه عطيني واحد دير لي النص ديالو عادي، حتى هو عنده بزاف ديال الاختيارات. ولكن كنظن ما كانش بقى ليه، قال لي ديال الشوكولا ما كانش. المهم خديت العادي وخديت النص، يعني دار لي لتحت، راه الشيء دار لتحت المثلجات، ومن بعد دار النص ديال البيستاش والنص عادي. هنا كيدير لك الطحينه الفوق صوص، حتى في الاول راه كنسولني وقلت ليه لا، وكيرش شويه ديال القرفه. كيسولك اكيد واش بغيتي ولا ما بغيتيش، فمشينا لاكيس باش نخلصو. وهنا غادي نشوفوا الفرق ما بين الاول والثاني. ها هما الاسعار، هذه اللي خديت دابا ب 65 ليره، اللي خديت من عند هذاك ب 40 ليره. شوفوا الفرق، 25 ليره ديال الفرق. 65 ليره هي كتعني 35 درهم مغربيه، 3 أورو و20، يعني زيد الثمن بزاف على الاخر. وصدقوني الا قلت لكم اقسم بالله ما قدرت نكملها، المذاق ديالها ما عجبنيش بصفه نهائيه، ماشي فحال المذاق اللي كلينا عند علي في بشكطاش. واخا سبق ليا صورت لكم كيفته دي يوسف، ولكن هذه المره ما مشيت صورت عليه، ولكن بغيت غير نذكركم به باللي كيتعتبر من احسن لي برجر اللي كاينين هنا طبيعيين. هو كساب يعني جزار، كيبيع الكفته بوحديتها، وحده يعني في نفس المحل دائما كيكون كيبيع الكفته خضراء وداكشي، يعني كيطحن قدامك وهذا. وفي الجهه الاخرى اللي كيبيع ساندويشات، كيبيع ساندويشات ديال الكفته مشويه، وكيبيع الكفته مشويه، وكيبيع لي برجر بالكفته مشويه ديالو وبواحد الصلصه رائعه. انا كيجيني صراحه احسن برجر طبيعي الا بغيت نخرج ناكل عنده، والاسعار ديالو رخيصه بزاف على كل شيء. يعني واخا حتى هو تزاد في الثمن بزاف مقارنه مع شحال هادي، ولكن داك الشيء عنده رائع. راه حتى هو عنده فروع كبيره، فيما تكونوا غاديين راه تقدروا تلقاوه في مول، تقدروا تلقاوه على الطريق، وكاين حدا جواهر مول. الا بغيتوا تمشيو عنده كتبوا غير في جوجل كيف تجي يوسف، غادي يخرج لكم اللي قريب لكم، وسيروا دوقوا عنده على حسابي زوين.
وراه عالي غتلقاو عنده بزاف ديال الفروع، ماشي بالضبط انكم تمشيو حتى لديال بيشيكتاش. كما كتشوفوا الساندويتش الشهير ديال السمك اللي كيكون في ايمينونو، راني سبقت وصورته لكم، غير بغيت ندير لكم الجديد بالاسعار. اخر مره صورته لكم كان ب 50 ليره، دابا حاليا ب 60 ليره، والشهر الجاي يقدر يكون ب 70. زيادة ترى من شهر لشهر وهي كتزاد، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني الله يحسن العوان الناس اللي ساكنين هنايا، لانه مع هاد الزيادات ما بقيناش عارفين اشنو نديرو، لانه كل نهار زيادات كل نهار زيادات. نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي صوري لنا مطاعم في افطار رمضان، اشكون ما غنوعدكمش، صعيب الحال لانه بحكم انني كنفطر في المنزل ديالي، وثاني حاجه انه ما كاينش هنا شي افطار، يعني اغلبيه يعني المطاعم راه كيزيدوا الاكل ديالهم العادي اللي كيكون يعني في الايام العاديه، وكيزيدوا واحد التمر معاه ولا شي حاجه، يعني ما كاينش شي حاجه لي سبيسيال. كاين بعض المطاعم اللي كيديروا دي مينيو هكا، ولكن ماشي كلشي، وكتكون الدنيا عامره هنا في الافطار. يعني ما ننصحكم صراحه تجيو دوزوا رمضان ما عنده لا نكهه لا طعم لا شي حاجه هنا. بغيت نقول لكم رمضان كريم، يدخل عليكم ان شاء الله مره اخرى بالصحه والسلامه والمغفره، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الكلام الجميل، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وغنقول لكم ان شاء الله الى فيديو جاي. السلام عليكم.